ما هو الحيوان الذي لا ينام أبداً ولا يكف عن الحركة؟ لا يعرف أحد من العلماء على وجه اليقين عدد أنواع الحيوانات الموجودة على كوكب الأرض، سواء كانت في البحار أو على الأرض، ويكتشف العلماء حوالي 10,000 نوع جديد من الحيوانات كل عام، بالإضافة إلى أكثر من 1.5 مليون نوع مكتشف ومدروس مسبقاً. وتتراوح الاحتمالات حول العدد الإجمالي لأنواع الحيوانات على كوكب الأرض من 2 مليون إلى 50 مليون تقريباً. وعلى الرغم من وجود هذا الرقم الرهيب على كوكب الأرض، إلا أن العلماء تمكنوا من اكتشاف تصرفات بعض الحيوانات، منها مثلاً أن الخيول تنام وهي واقفة، والأخطبوط له 3 قلوب، والفهد أسرع حيوان على وجه الأرض، والجمل أقوى الحيوانات ذاكرة، كل هؤلاء وغيرهم. ولكن حلقتنا اليوم عن الحيوان الذي لا ينام أبداً ولن ينام حتى موته. هل يوجد فعلاً على وجه الأرض حيوان لا ينام نهائياً؟ نعم، يوجد حيوان لا ينام نهائياً، ولكن قبل الإجابة عن هذا السؤال علينا أن نرصد بعض المعلومات عن سمك القرش، حيث يوجد ما يقرب من 350 نوعاً من أسماك القرش، وهي نادراً ما تهاجم الإنسان عكس ما يقال عنها، حيث أكدت الكثير من النظريات التي أجريت على بعض الفصائل من أسماك القرش أنه قد يختلط عليها الأمر وتهاجم الإنسان اعتقاداً أنه كلب البحر أو فريسة حيوانية يستطيع أن يأكلها. أهم أنواع سمك القرش: سمكة القرش الأبيض العملاق، القرش الثور الاسم العلمي، القرش النمر، القرش ماكو، القرش المطرقة، قرش الحيد الرمادي، القرش الإقيانوسي. أجهزة استشعار لسمك القرش: ولدى أسماك القرش أجهزة استشعار تقوم بالتقاط أي إشارات كهربائية تقوم العضلات بتوليدها عند الحركة، وفي العادة يقوم القرش الذي يهاجم الإنسان بعملية عضة أو هرب، أي بمعنى قضم جزء من الجسد ورميه في البحر. وتؤكد الكثير من التفسيرات عن سبب ذلك أن سمك القرش لا يستصيغ طعم الإنسان فيقوم بترك الفريسة، أو أن الإنسان لا يحتوي على الدهون التي يحتاجها القرش، أو أن الجهاز الهضمي للقرش لا يستطيع هضم الإنسان. تفسير آخر: ويوجد تفسير آخر من أن القرش ينتظر حتى تنهك الفريسة نفسها، وبذلك يكون القرش تجنب القتال مع الفريسة، وذلك يعطي الإنسان الوقت الكافي للخروج من الماء والنجاة. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.